حرمة. أنا حضرتك ضلاع الحياة في كل درس بقوله، وعمري ما اتكلمت في السياسة حتى سألوا عم أنور. عم أنور، عم أنور، الله، هو راح فين؟ أنت خدت عم أنور ولا إيه؟ خدنا مين؟ أنت خايف ليه كده؟ أنت عملت حاجة غلط؟ عمري والحمد لله رب العالمين. أنا كل ما في المسألة إني بحب أكلم الناس عن مشاكلهم والحاجات اللي بتلهيهم عن الدنيا، بس مش أكتر من كده. أصلا أنا غاوي خطابة من وأنا في تانية ابتدائي، وأنا إن شاء الله بأم أهل حارتنا في الصلاة وبخطب فيهم محبة لوجه الله تعالى. أنا فوزي إبراهيم من قناة الدين الحياة، أكيد بتفرج عليها في التلفزيون. أنا عمري والحمد لله ما دخلت التلفزيون ده بيتي. دي قناة دينية بتنشر أسلوب المعاملات الإنسانية معتمد على القرآن والسنة. هو مش حضرتك كنت بتسجل لي درس قبل كده؟ أيوه، وعرضته على مجلس الإدارة، والمجلس وافق إنك تدخل في اختبارات مذيع البرامج، وفرصتك كبيرة قوي في النجاح. يعني لو نجحت هطلع في التلفزيون؟ هتعد برنامج وتذيعه، ده لو إن شاء الله نجحت في الاختبار. حظ الله، الله الغني. أنا مش موافق يا سيدي. روح حضرتك قول لمجلس الإدارة بتاعك رعاية الله جمعا إن شاء الله، قول لهم الأستاذ تمام عمره ما دخل التلفزيون في بيته، إزاي أطلع في هذا الجهاز المخرب المفسد للعقول؟ يا عم تمام أنت فاهم غلط، التلفزيون ده زي أي حاجة ربنا قال عن بيها علينا، استخدمناه بقى غلط أو صح هو ده المهم. وبعدين أنا بقولك دي قناة دينية، أنت حر. أنا شايف إن دي فرصة 100 واحد أكتر منك اتمسك بدينه ويتمناها. السلام عليكم. بتدوري على ايه عندك يا ليلى؟ صورة البابا. وايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ اهي. فهميني بقى انت عايزه تعملي بيها ايه؟ مي هتموت وتشوف ابوها، قلت اجيب لها صورة البابا واديها لها على انه صورة ابوها. ايه الكلام؟ وفريدي طلبت انها تشوفه. ما احنا مفهمينها ان هو مسافر، تهدى بس وشويه كده مفهمها ان هو مات. هنعمل ايه بس يا ماما؟ ده كلام فاضي، ما تقولوا لها على طول وتريحوا بالكم. ما ينفعش يا ماما، دي لسه عيله صغيره. يعني هم كل العيال اللي في الملاجئ مفهمينهم ان ابوهم مسافر؟ كل ملجأ بقى يا ماما وله نظام. وبعدين دي مي يا ماما، ده احنا اللي مسميينها واحنا اللي وديناها الملجأ. انت دبستي روحك في البت دي ومش هتعرفي تخلعيها من نفوخك. صعبانه عليا قوي يا ماما، اتولدت وترمت في الزباله وعاشت طفولتها من غير ام ولا اب ولا عيله. عايزانا بسهوله كده يا ماما مفهمه ان هم ماتوا. خلاص خلاص اعملي اللي انت عاوزاه، انت حره. ايوه ايوه اللي بتخبط. ازيك زين؟ ان شاء الله تسلم يا اخويا. الله، ما فتحش بالمفتاح ليه؟ المفتاح المفتاح في جيبي فعلا. الله، معلش نسيت، واحد دماغه مقلوبه. من جهه مقلوبه فهي مقلوبه. انت اليومين دول مش طبيعي خالص. طب ده حتى كل مره تقولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اول مره تدخل وتقولي ازيك يا زينب. مالك يا اخويا، في ايه؟ عندك حق زينب، فاكرة الراجل اللي كلمتك عنه؟ الراجل اللي كان سجل لي الدرس؟ يا اخويا فاكراه. جالك تاني؟ ايوه جالي تاني النهارده، وقعد يتكلم معايا في الجامع. وغشتني. طب عاوز ايه؟ عاوز حاجه ما كانتش تخطر على بالي ابدا، انت نفسك لو عرفتيها مش هتصدقي. الله يا حاج، وغشتني قول. قال ايه يا ستي؟ عاوزني اشتغل في التلفزيون. تشتغل في التلفزيون؟ تشتغل ايه؟ هشتغل ايه في التلفزيون يا زينب؟ اريال؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عاوزني ادي شوية دروس دينية من اللي انا بقولهم في الجامع. يا الف نهار ابيض،
احمدك واشكرك يا رب. طب ده هتبقى كده بقى ليله القدر اتفتحت لنا. لو كنت بعرف ازغرط كنت زغرت. تزغرطي؟ صوتوا عليك يا بعيد، انت اتخبطت في مخك يا زينب. ومين قال لك اني موافق اصلا؟ الله، وانت رفضت ليه؟ ترفض انك تدي دروس؟ ايوه طبعا لازم ارفض. بيقول لك التلفزيون، انا اطلع في التلفزيون يا زينب، انا اطلع في المحطات اللي كلها فوضى وقله ادب وقله حياه. الله، وانت مالك ومال الفوضى وقله الحياه دي؟ ما كل واحد في حاله يا اخوي. وبعدين انت مش بتدي دروس في الجامع؟ البيوت اللي حواليك ما يعلم بيها الا ربنا، انت عارف ايه اللي بيحصل فيها؟ اسكتي اسكتي بقى يا زينب. الاختراع ده انا مش حابه اساسا، اشتغل فيه ازاي يا ناس؟ يا اخوي انت مش هتقول كلام ربنا، انت مالك ومال الغلط؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كلام ربنا اقوله في الجامع، كلام ربنا اقوله للناس اللي عارفه ربنا فعلا، مش الناس اللي تايهه من الفرجه على الرقص والغنى وقله الحياه وقله الخشه. بالعكس بقى يا اخويا، مش هيبقى في مذيع وانت معاه، انت على كرسي وهو على كرسي. طب بقول لك ايه بقى، الناس اللي في الجامع فاهمين كلام ربنا كويس، اللي محتاجين الناس التايهه اللي انت بتقول عليهم فيها ايه بقى؟ بعدين يا اخويا بقى انت حر، فكر كويس وعلى مهلك، ماليش دعوه. طب قوم قوم يا زين، روح اعملي لي فنجان قهوه. حاضر. يلا روح. حاضر يا اخويا، حاضر حاضر. طب بقول لك ايه، طب ما تعمل كده يا اخويا استخاره، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يبين لك وانت طالع كده في التلفزيون وبتقول دروس للناس. روح يا زين يلا. حاضر. تلفزيون؟ انا اطلع في التلفزيون وبعدين ادخل التلفزيون بيتي؟ اعوذ بالله من قضاء الله. لا لا لا، مش ممكن اعمل كده. لا لا ابدا ابدا. بقولك ايه يا اخوي، اعملك القهوه فنجان ولا في كوبايه؟ اسكتي يا زينب وما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني، فاهم ولا لا؟ انا بقولك اهو. استغفر الله العظيم. Oh, well,